السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا إلى نافذة جديدة من ساعة صباح ونتابع فيها، لأننا سندفع حتما ثمنا باهظا لإضرارنا ببيئتنا. كيف نحيا بصورة تتوافق مع البيئة وتدعمها؟ وما أبرز الأفكار التي تجعلنا أصدقاء لها؟ متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، في رأيكم كيف نحيا حياة تدعم البيئة وتحافظ عليها؟ أيضا إن كانت لديكم أي مبادرات أو أفكار في هذا الصدد أرسلوا بها إلينا عبر صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستغرام، فشاركونا. تزدحم حياتنا اليومية بممارسات كثيرة تضر بالبيئة، خاصة في ظل التقدم التقني والصناعي والسعي المحموم نحو الرفاهية، ولا تقتصر تلك الممارسات على طرق التعامل مع المخلفات المنزلية أو معدلات استخدام الأجهزة الإلكترونية وحتى طريقة قيادتنا لسياراتنا، ولأن هناك من يدركون أننا قطعا سندفع ثمنا غاليا لتلك الممارسات، ومع زيادة الوعي بمخاطر الإضرار بالبيئة انتشرت دعوات لتعديل سلوكياتنا الفردية بشكل يتوافق مع بيئتنا ويدعمها، كما ظهرت أيضا مبادرات وأفكار كثيرة في ذلك. وعن تلك المبادرات والأفكار وأيضا عن سبل رفع الوعي البيئي تدور حلقة اليوم من ساعة صباح، ولكن دعونا نتابع في البداية هذا التقرير الذي يرصد مبادرة في مدينة مراكش المغربية لاستخدام الدراجات الهوائية كبديل عن وسائل النقل الملوثة للبيئة. نتابع. الهدف ديال هاد الدراجات اللي هي دراجات صديقه للبيئه هو هدف بيئي اولا، يعني تقليص من الكربون، يعني هدف بيئي. والهدف الثاني اللي هو يعني كما كنعرفوا مراكش فيها الازدحام بزاف، يعني الناس يمكن يتنقلوا عن طريق هاد الدراجات اللي هي صديقه للبيئه، كان يمكن انهم يتنقلوا بسلاسه في داخل المدينه. اول حاجه انك تخلي الناس باش يركبوا في البيكاله، الاهداف الصحيه والاهداف بيئيه. اول الاهداف هادو حين البيكاله في مراكش كتشوفوا الطرقان ديالها مسرحين عاديين، يقدر اي واحد يركب فيها، ماشي بحال اكادير ولا جديده ولا كازا عندهم ذوك المرتفعات والمنخفضات. عارفين الناس في مراكش عزيزه عليهم البيسكليته وتيركبوا على البيسكليته، والاغلبيه ديال الناس ما عندهم شيء. جات هذه المبادره هذه اللي جابوا ليه البيسكليته ديالته، راه ماشي يجيب التريال تيقادو عليه من احد حتى لزيد، اللي خسر راه تيقادو عليه. مراكش كانت من اوائل المدن اللي دارت هذه المبادره هذه، لان اولا داخله في الثقافه ديال المراكشيين، ثانيا هذه مبادرات اللي نبغيو نشوفوها في جميع المدن المغربيه، مبادره خالقه لفرص ديال الشغل ومبادره تسهل التنقل بالنسبه للعديد من المواطنين، لان الكلفه ديالها صغيره بزاف. الحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفينا في الاستوديو الدكتور سيف الحجري، وهو رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة والمفوض الأممي للاستدامة، وأيضا نرحب بالسيد محمد لشيب وهو إعلامي متخصص في مجال البيئة، فمرحبا بكم معنا اليوم. صباح الخير.
حياكم الله. أهلا بكما. وقبل البداية ننوه مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. البداية معك سيد محمد، وتعريف بسيط للبيئة، ما المقصود بالبيئة وكيف نشأت العلاقة ما بين البيئة وما بين الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا صباح الخير، شكرا على هذه الاستضافة. طبعا موضوع البيئة ومفهوم البيئة يعني أصبح الآن يعني مفهوم متسع جدا، على اعتبار يعني التوسع الهائل التي شهدته حياتنا. لم يعد الموضوع مقتصر على العلاقات البسيطة التي كانت بين الإنسان والطبيعة، بل أصبح الآن هذا الموضوع يتغلغل ويتغول في كل مجالات حياتنا. أصبحنا نتحدث عن البيئة في البناء، في النقل، في المعاملات اليومية إلى غير ذلك، وبالتالي فهو أصبح مفهوم واسع يشمل كل هذه المجالات. وطبعا عندما نتحدث عن البيئة فالمقصود بها كيف نحافظ أو كيف نرعى كل الموارد الطبيعية التي يحتاجها الإنسان في الحياة من ماء وهواء والموارد الطبيعية الموجودة عندنا. الآن أصبح المفروض من المجتمع الدولي أو الإنسانية عموما أن ترعى وتحافظ على كل هذه الموارد، ومن هنا نشأ هذا المفهوم، مفهوم رعاية البيئة، أو مفاهيم أخرى مثل الاستدامة أو يعني المفاهيم مرتبطة بهذا الموضوع. فبالتالي يعني كتعريف لهذا الموضوع لا يمكن أن نتحدث عن التعريف التقليدية. ولو ذكرنا صديق البيئة يعني في وسط كل هذه، هل هناك أصدقاء بالفعل البيئة؟ من هم؟ نعم. الآن أعتقد أنه أصبح كل شخص من الآن مفروض أن يكون صديقا للبيئة. مثل ما قلت أنه الأمر لم يعد مقتصرا على صناع القرار في المجال البيئي أو رؤساء الحكومات أو الدول، بل أصبح الأمر، وهذا ما سنتناوله في هذه الحلقة، أصبح الأمر مطلوب أن يتحول إلى سلوك شخصي. كل شخص منا اليوم يعني إذا أردنا أن نضمن مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة، المفروض أن نكون أصدقاء لهذه البيئة، نجيب على احتياجاتها وندرأ عنها كل ما يعرضها إلى المخاطر. المشكلة القائمة الآن هو عدم إحساس الناس بشكل يعني ملموس بمشكلة تخص حياتهم بشكل ملموس ومباشر. يعني ربما حينما يسمعون الكلام عن البيئة والإضرار بالبيئة وكيف ستضر حياة الإنسان تبعا لهذه الأضرار التي تصيب البيئة، ربما على المدى البعيد، ولذلك لا يهتمون أصلا. من بين أبرز الإشكالات التي نعاني منها ليس فقط في موضوع البيئة، بل في كل المبادئ والقيم التي نعتنقها، أننا كقيم، كمفهوم، كفكرة، أوكي يعني ممكن أن نتوافق وأن كل واحد منا ممكن أن يعطينا محاضرة حول أهمية البيئة وحول سبل الحفاظ عليها، لكن عندما نأتي للممارسات اليومية، هل هذا الشخص عندما يركب في سيارته وينزل الزجاج ويرمي النفايات، هل عندما يذهب إلى الشاطئ ويأكل وجبة مع عائلته، هل فعلا يجمع هذه المخلفات؟ يعني كسلوك يومي يفعله بشكل تلقائي وإرادي، وليس لأنه والله لأنه الدولة تراقب أو لأنه فهذه الإشكالية الحقيقية. الحافز يكون ذاتيا. نعم. غياب المبادرات أو السلوكيات الشخصية تجعل هذه الشعارات، كلنا الآن نرفع شعار الحفاظ على البيئة، الحفاظ على النظافة، النظافة من الإيمان، إلى غيرها من الشعارات التي حفظناها ونحن أطفال في المدارس، لكن تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع هذا هو الإشكال الحقيقي. طيب على ذكر المبادرات دكتور سيف، يعني لديكم تجارب خطوها في مجال المبادرات الخاصة بالبيئة، وآخرها كانت مبادرة من كل ربيع زهرة في مجال دعم البيئة، حدثنا عنها. طبعا المبادرات هي في الحقيقة تستدعي نوع من التواصل المباشر بين الإنسان والطبيعة، والقضية مثل ما هو نلاحظ ليس قضية المفاهيم أو التكنولوجيا المرافقة للبيئة، ولكن قضية قيم، كيف أن نعزز هذه القيم ويصبح الإنسان تلقائيا يقوم بهذه الواجبات في الحقيقة تلقاء نفسه، ويشعر أيضا بفخر واعتزاز عندما يقوم. إذن هذا جعلنا في الحقيقة ننشئ العديد من مبادرات، وهذه المبادرات تفاعلية، حيث أن
جذب الإنسان اليوم في هذا الجيل إلى الطبيعة وتوطين في الطبيعة هو المراد وهو الهدف الأساسي. لو رجعنا إلى الخلف قليلا إلى أجدادنا وأبائنا سنجدهم أنهم مواطنوا هذه البيئة. وماذا أعني بالمواطنة؟ إذا كانت هناك مصالح متبادلة بين الإنسان والطبيعة، كانت شجر تعنيهم، كان الماء الذي في البير يعنيهم وفيها مشقة للوصول إليه، كان الحياة أيضا بسيطة، وكان إذا كان هناك مصالح متبادلة بين الإنسان وبيئته. هذا جعل أنهم لديهم سلوك تلقائي للحفاظ على هذه النعم والاستفادة القصوى عليها. اليوم أصبح الإنسان هو محصور بين جداريات في بيوت مغلقة، لا يعني الكثير، لا يعرف الدواء من أين استخلص ومن أين جاء، إذن أصبح لا يجد المشقة في يعني في الوصول لطلباته اليومية على الأقل. نعم، فأصبح هناك نوع من الانقطاع في المصالح المتبادلة بين الإنسان وبيئته. إذن هذا البرنامج هو في الواقع من مبادرات صاحبة السمو الشيخة موسى. نحاول أولا أن نعرف النشأ بالحياة الفطرية في دولة قطر، أيضا بعد التعريف نحاول أن نجعله أيضا يكون أمينا على هذه الحياة بتطبيق وبالسلوك يحمله أينما ذهب هذا النشأ. وبالتالي هذا البرنامج الحين نعيشه العام 19 في الحقيقة له الكثير من الفوائد في تعريف. نعم. سواء كان كيف عملتم على هذا البرنامج تحديدا والوصول به إلى النور، يعني كي يكون ملموسا والوعي اللازم لتوصيله للأجيال القادمة؟ طبعا استعملنا جميع الطرق المعرفة وخاصة طرق التواصل المباشر. كل يوم سبت عندنا حوالي 400 إلى 500 مشارك، ومن ضمنهم الأطفال، نبدأ بالعمر 3 سنوات في موقع البيئة الطبيعية في دولة قطر. وهناك عدة محطات، كل محطة تعطي خبرة من خبرات البيئة القطرية، مثلا خبرة الزراعة، خبرة النباتات، خبرة المياه، خبرة حشرات قطر، خبرة الحياة الفطرية في البحار وفي البر، طيور دولة قطر. وبالتالي أصبح هناك إقبال في الحقيقة كثيف. جميل. على مدار السنة لوجود هؤلاء الأبناء مع أولياء أمورهم مع أساتذتهم. أيضا ذهبنا إلى تجمعات السكنية وتجمعات أيضا الناس، سواء كان في المرافق العامة، الحدائق، المجمعات التجارية. وبالتالي هنا نضمن الذي لم يأتي على الأقل أنه حصل على الرسالة من خلال طبعا الإعلام كان حاضرا، والأخ محمد كان من رواد أيضا نقل رسالة هذا البرنامج من موقع في بيئة القطرية المفتوحة. إذن الإعلام كان له دور أيضا في توصيل الرسالة وفي أيضا إحساس الإنسان بمسؤولية تجاه الطبيعة. وأيضا هل نستمد في الحقيقة قوتنا من الإرث الإسلامي، كون إن المسلم بالنسبة له الحفاظ على هذه النعمة ليس في درجة الاستحباب فقط، ولكن انتقلت إلى الواجب الشرعي، لأن يتعامل مع أمانة. نعم. وهذه الأمانة التي استخلفنا واتمنى عليها هي أن يحملها للأجيال القادمة بأفضل مما وجدها. إذن هذا منطلق مهم. أيضا انطلقنا من حب الوطن أيضا، لأن الإنسان أيضا لابد أن يكون فخور بأن يقوم بدوره في حب وطن. وماذا يعني حب الوطن؟ ليس في رفع العلم، ولكن هو في الحقيقة في أن احترام القوانين والأنظمة وحفاظ على هذه البيئة الطبيعية. جميل. التي احتضنتنا. إذن قمنا بعدة أيضا من منطلق أن هذه حقوق للبشرية ككل. أي حياة موجود في دولة قطر هي ليس ملك لهذه الأرض فقط، ولكن هي امتدادا لهذا الكوكب الواسع. إذن هناك أيضا كثير من القيم التي نحاول أن نعززها في الإنسان وأبعادها حتى يصبح مؤتمنا ويصبح في الحقيقة يقوم. وفي النهاية إذا اهتمت كل مجموعة أو كل بيئة وكل دولة بالبيئة التي تحيط بها، في النهاية سيكون الناتج هو ناتج عالمي في النهاية. نعم. أستاذ محمد، لماذا أصبح هناك اهتمام بالغ يعني في الفترة الأخيرة
السنوات الأخيرة الماضية، هناك كثير من الاهتمام سواء على مستوى الدول على مستوى العالم بشكل عام، قمم كثيرة جدا تعقد للحفاظ على البيئة، لماذا الآن تحديدا؟ لأن التحديات كبيرة جدا، والآن كل التقارير يعني سواء في المجالات الاقتصادية البيئية الاجتماعية تشير إلى التهديد الكبير الذي يشكله خاصة في مجال تغير المناخ. الآن ارتفاع درجة حرارة الأرض يعني بسرعة كبيرة جدا أصبح ينذر بعواقب وخيمة. يكفي أن نتحدث عن بعض المؤشرات البسيطة، مثلا آخر اجتماع عقد على مستوى الدول العربية تهيئة للقمة التي كانت في مدينة مراكش يتحدث عن 11 مليار دولار يعني تفقدها الدول العربية فقط. العربية فقط. نعم فقط الدول العربية نتيجة لانعكاسات ومخاطر التغير المناخي في مجال الفلاحة، في مجال المياه، في مجال هدر الكهرباء إلى غيرها من الخسائر التي تكبدها الدول العربية فقط. إذا أسقطنا هذا على دول العالم فطبعا ستكون الكوارث وخيمة. إضافة إلى ذلك الآن كل الظواهر الطبيعية التي يشهدها كوكبنا الأرض من فيضانات من يعني هي ناتجة بصورة يعني مباشرة أو غير مباشرة لما يعرفه كوكب الأرض نتيجة الاحتباس الحراري ونتيجة ارتفاع ده. وهذا كله بفعل البشر، بفعل الصناعة المتزايدة، بفعل الانبعاثات الغازية التي يعني تتزايد يوميا، وبالتالي هذا استدعى تحرك يعني أولا المجتمع المدني في شكل الجمعيات البيئية والداعية إلى الحفاظ على البيئة كنموذج الجهود التي يقوم بها الدكتور سيف الحجري، وأنا حضرت يعني عدد من الأنشطة التي قاموا بها، وفعلا يعني الآن الجميع يذوق ناقوس الخطر لتدارك ما يمكن تداركه. رأينا عدة مبادرات الآن على مستوى الدول التي تسعى إلى يعني وقف هذا النزيف، يعني هو نزيف بيئي. المبادرة التي عرضتها على سبيل المثال في مدينة مراكش للدراجات الهوائية، هناك مبادرة مماثلة أطلقت في المغرب بمناسبة احتضان قمة التغير المناخي اللي هي إصدار قانون يعني بشكل إلزامي لإيقاف التعامل بالأكياس البلاستيكية، وهذا لقي نجاحا كبيرا. لماذا؟ لأن القانون كان إلزامي وعليه غرامات وفرق تقوم بالتفتيش، وبالتالي هي فكرة تعويد الناس على تطبيق القانون ومن ثم يعني الالتزام به حتى لو كان هناك صعوبات في البداية. ولكن ذكرت منذ قليل أستاذ محمد أن هناك على سبيل المثال 11 مليار دولار تتكبدها الدول العربية. دائما الحديث بلغة الأرقام، لو حصرنا هذه الخسائر بلغة الأرقام هل لديكم إحصائيات معينة كي تكون الصورة أوضح للمشاهدين الكرام؟ والله الإحصاءات هي موجودة، خاصة أنا أحيل على تقارير البنك الدولي. مثلا البنك الدولي أصدر عدة تقارير في هذا المجال يتحدث فيها عن خطورة تغير المناخ في هذا المجال. الرقم الذي يحضرني الآن هو هذا الذي هو رقم حديث جدا، كان تقريبا في يعني شهر مارس 2016. فالخسائر هي معروفة يعني كما يعني يعرف الجميع، مثل ما قلت المعلومة موجودة ومتوفرة، لكن الإشكالية هي أن ننتقل إلى الفعل. الانتقال إلى الفعل الجانب القانوني مهم جدا، مثل يعني لكن الجانب الآخر اللي هو الجانب التوعوي والجانب نقل هذه الأفكار أو هذه الأفعال إلى ممارسات يبقى رهينا بالإنسان. الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير ما حدث من فساد في البر والبحر نتيجة هذا التلوث يكون بتغيير ما بالنفس، ويقوم الإنسان بهذا الدور. نعم، إذا أردنا نتيجة مخالفة ونتيجة تكون في مصلحة الإنسان في النهاية هناك تغييرات يجب أن يقوم بها الإنسان تجاه البيئة بالتأكيد، ومن أجل الحفاظ على البيئة أيضا شهد قطاع غزة في فلسطين المحتلة فعالية أو مبادرة لإعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى حطب. المزيد في التقرير التالي. Thank you.
هذا الحطب الصناعي هو بديل عن حطب الأشجار، هو حطب صناعي صديق للبيئة. طبعاً مكوناته بتكون مخلفات بيئية ومخلفات عصر الزيتون، يعني إعادة تدوير للمخلفات البيئية ننتج عنا حطب صناعي. يعني هذا مشروع مبادرة منا، مشروع خاص منا، نكون زي مصدر دخل إلنا. طبعا إذا يعني إنه لقينا حد يعني نعمله، بده آلات، بده ماكينات، لأن هذا كله شغل يدوي. لو في آلة تقطع، آلة تعجنه، آلة الكبس، ننتج كميات كبيرة، وبصراحة يعني بكون منتج كويس كثير كبديل عن الحطب. وبطلوا يعتنوا بالأشجار. هلا احنا جبنا كل هاي المواد وش بلشنا نشتغل عليها. عرض المشروع هذا على البلدية، والبلدية اتبنت المشروع هذا وهي شغالة عليه. واحنا طبعا كمان بنشكر جهود الصبايا اللي كمن على المشروع هذا. الحاجة دائما أم الاختراع، هكذا يقولون، ودائما من رحم المحن تولد المحن، المنح. يعني هكذا مبادرات قامت بها سيدات بسيطات بأقل التكلفة ومن موارد البيئة المحيطة بهن ومن مخلفات البيئة المحيطة بهن، استطعنا أن يقوموا بتعويض نقص حاد جدا مثلا في مسألة الوقود. لو لك تعليق دكتور سيف على ذلك. طبعا هذه المبادرات الفردية في الحقيقة هي التي كانت لها المواطنة الحقيقية لقدام سكان الأرض. كانت في الحقيقة الحاجة تدفعهم إلى أن يوفروا وأن يستغلوا كل منتجات وموارد البيئة الطبيعية دون أي خلل، ودون أي أيضا تلويث، ودون أيضا فقد التوازن للبيئة. وبالتالي هم استطاعوا أن يجدوا ما يعرف بالاستدامة. أما الإنسان العصري حاليا بعد الثورة الصناعية التي بدأت، طبعا هناك صار الطغيان وأصبح الإنسان في الحقيقة أكثر جشعا وأكثر تكسيرا وأكثر تدميرا للبيئة دون أن يعي عواقبه. طبعا السؤال الذي طرحته بأن ولماذا الآن؟ لماذا الآن؟ أيضا لأن أصبح هناك تقنيات حديثة للرصد التي جعلت الآن المعلومات دقيقة جدا ومؤشرات تعطي للمدى البعيد، وبالتالي أصبح حساسة. هم في الحقيقة أيقنوا الخطر وتحركوا، في حين أن العلماء في الحقيقة بدوا هذه المهمة منذ فترة طويلة وعقود طويلة في تحضير والتكلم مع الساسة، لأن هناك مخاطر قد تواجه هذا الكوكب الأوحد، يعني لا يوجد كوكب آخر. إذن في الحقيقة نثني على هذه الجهود الطيبة في فلسطين، ونجعل بالحقيقة أن تنتقل أيضا هذه المبادرات الطيبة للآخرين. وهناك مبادرات جميلة فعلاً تحدث هنا وهناك التي تتطلب من كل فرد، مثل ما ذكر الأخ محمد اليوم، في الحقيقة لا يجب أن تترك الأمور لناشط بيئي أو لمؤسس بيئية أو لجمعية. هي مبادرة مجتمعية
كل يقوم في دوره في مكانه. طيب أسأل دكتور سيف على الاستجابة لهذه المبادرات، من يعني ذكرت في بداية الحديث أن الاتصال المباشر مع الجمهور ومع الناس وأيا كانت الفئة العمرية التي تستهدفونها هو الأساس، هذا الاتصال المباشر ماذا كان مردود هذه المبادرات عليه؟ طبعا المردود المباشر كان له أثر طيب في تكوين سلوكيات الفرد، لأن عندما تأتي بالطفل من عمره 3 سنوات ويستمر هذا الطفل في هذه الممارسات، يعرف قيمة الماء، يعرف قيمة كيف يتخلص من مخلفاته، يعرف أهمية الطير، يعرف عملية حياة الفطرية، يصبح هذا الإنسان هو متخذ القرار في المستقبل. وجدنا في الحقيقة الجيل الذي كان ملازم لهذه البرنامج أصبح أكثر وعيا وأكثر وإيجابيا في التصرف تجاه قضايا البيئة. اليوم عندنا مبادرة بأن تصبح معظم المرافق العامة هي أماكن لنقل المعرفة، فهناك محطة ستدشن قريبا إن شاء الله في مول أزدان باسم أصدقاء الطبيعة، حيث أن تصبح هذه المجمعات التجارية ليس مكان للشراء وبيع فقط، ولكن تصبح مكان للمعرفة ونقل الرسائل المجتمعية ذات صلة. إذن نقوم حاليا في الحقيقة بنقل هذه المعرفة في أماكن تواجد الناس في دولة قطر، لتصبح دولة قطر في الحقيقة يتعلم إنسان ليس فقط في المدرسة أو الجامعة ولكن أينما وجد. والتواصل المباشر أكثر عمقا في تغيير السلوك من الاستماع أو القراءة. نعم، نستكمل الحديث معكما بإذن الله، ولكن فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف أيضا على تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتفضلوا بالبقاء معنا. بكم من جديد، نتوقف الآن مع تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي تنقلها إلينا بدر سليم. وصباح الخير يا بدر. صباح الخير وصباح البيئة الجميلة أيضا. نرحب أيضا بضيفيك الكريمين معنا في الاستوديو. أهلا بكم مشاهدينا، نستعرض التعليقات والمبادرات التي وردتنا عبر فيسبوك. مصطفى خليل لديه رأي يقول فيه إن الدول الأوروبية التي تسببت في مأساة ما يتعرض له كوكبنا ونشأ فيها جيل واع بخطورة الاحتباس الحراري، ومنهم من غير نمط حياته في التنقل والتدفئة، بينما في دولنا وفي العالم الثالث يفتخر الناس بشراء السيارات الكبيرة الحجم التي تقتل الحياة على الأرض بسبب التلوث، وليس هناك برامج لتوعية الناس بعدم استعمال المواد الضارة بالبيئة كالبلاستيك وغيرها. رأي آخر من محمد عباس الذي يقول نقلل من استخدام السيارات واستخدام الدراجات الهوائية. أسماء غردت قائلة أو كتبت قائلة لا يوجد هناك وعي، حرق البلاستيك في الجو حتى الآن ما زال هناك تخلف بيئي. تعليق آخر من شيماء أردوغان كتبت قائلة دخان المصانع لن تعتبر هو السبب الأساسي للتلوث. خالد يقول يمكننا القضاء على التلوث البيئي بالقضاء على التلوث الأخلاقي، وتكلم الضيف الكريم عن دور الإنسان ودور أساسي في موضوع البيئة لأن الحفاظ على البيئة مسألة أخلاقية. كامل يوسف كتب قائلا البيئة للجميع وأخطارها على الجميع، هناك ما يساعد البيئة وأيضا هناك ما يضر، تربية الأبقار تساعد على الحفاظ على البيئة، حرق المخلفات تضر، إعادة استخدام المخلفات تساعد، استخدام الطاقة النظيفة، نعم لدينا الكثير، البيئة تستحق. ويقول إنه هذه حملته، ونطلب من كامل إذا كان يشاهد الحلقة أن يتصل بنا ليشرح أكثر عن هذه المبادرة. أخذنا تعليق محمد عباس وأسماء
أشكركم جزيلا على تفاعلكم، ونعود إليك أسماء وإلى ضيفيك نسمة. شكرا لك وشكرا لكل من شارك معك اليوم بد، وصباح الخير مرة أخرى. بالعودة إليكما ضيفي الكريمين وإليك تحديدا سيد محمد، يعني كثير من التعليقات، وربما أيضا أشار إلى نقطة مهمة جدا قبل الفاصل الدكتور سيف معنا، وهي فكرة تدريب النشأ والتعليم ودور التعليم في ذلك. برأيك هل المؤسسات التعليمية العربية والمنظومات الثقافية هي في الأساس داعمة للبيئة أم محرضة عليها الآن؟ كما كانت البداية نتحدث عن التداخل والتشابك الذي أصبحنا نعيشه في هذا العالم، اليوم لم يعد الدور في أي مجال سواء في البيئة أو بقية المجالات، لم يعد الدور مقتصرا على مؤسسة دون غيرها، سواء الجهات صاحبة القرار، السلطات السياسية، أو المجتمع المدني، أو الأفراد، أو غيرهم. الأدوار الآن أصبحت متداخلة ومتشابكة بشكل كبير، وبالتالي فكل حملة أو كل توجه أو كل فكرة نريد أن نزرعها في الجيل الحالي أو الأجيال المقبلة ينبغي علينا الاشتغال على كل هذه المسارات. طبعا الآن الدول تقوم بجهود وبتشريعات دولية على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى القمم، منظمات المجتمع المدني كذلك تقوم بدورها. لكن ما أحب أن أركز عليه استنادا إلى فقرة الشبكات الاجتماعية هو دور التقنيات الحديثة. الآن أصبحنا هذا عالم آخر، يعني صحيح. الكل يعيش على الفيسبوك، على تويتر، على الواتساب، فكيف نوظف هذه الآليات التي تواجد عليها شرائح واسعة؟ الآن نتحدث إذا أردنا أن نشبه الفيسبوك بدولة فهو أول دولة الآن في العالم، يعني بعد الصين يعني بعد وتأتي الصين والهند من حيث عدد الجمهور وعدد السكان الموجودين فيه. فكيف نستغل هذه الوسائل؟ أثارني بعض التعليقات الذي قال هذه حملتي فعلا، يعني ممكن من خلال هذه الحملة إذا كان مثلا لكل ربع زهرة كان يشارك فيه أسبوعيا 400 طفل يعني أو الطالب من المدارس، فيمكننا من خلال حملات مماثلة على الشبكات الاجتماعية أن يشارك الآلاف، أن نتفق مثلا لتنظيف شاطئ معين، أو نتفق لتهيئة يعني حديقة معينة، يعني نحن كشباب، ونطلق صحيح. حملة على تويتر أو على الفيسبوك أو غيرها من الوسائل، وبالتالي يأتي بعد ذلك يعني الدعم من الدولة بالآليات بتنظيم المكان، وممكن أن تكون أنجح يعني سواء من حيث العدد ومن حيث مفعولها. وقد عشنا يعني عدد من الحملات المماثلة وكان لها دور طيب. كبير. يعني نريد منك يعني ضرب بعض الأمثلة لهذه الحملات ولنجاحها أيضا، ولكن معنا اتصال من السيد إبراهيم من قطر. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيكم. لا يخفى عليكم في زماننا هذا أن التلوث بلغ أجسادنا، سواء عن طريق الطعام أو عن طريق الأجهزة المنزلية. وهناك بفضل الله ورحمته بدائل، ولكن أبت الرأسمالية إلا أن تثبت نفسها على الناس، وبارك الله فيكم. طيب شكرا لك سيد إبراهيم. ربما أشار سيد إبراهيم إلى أثر وأثار التقنية الحديثة بشكلها السيء وتأثيرها على حياتنا، سواء على الصحة العامة أم على أسلوب الحياة بشكل عام. دكتور سيف. نعم بالفعل، هذه الأجهزة هي تسمى حتى من المخلفات بعد انتهاء فعاليتها وحتى قبل انتهاء فعاليتها من الأجهزة لتدخل في الملوثات الخطرة، بما لها أيضا موجات الكهرومغناطيسية كهربائية، بما أيضا من مخلفات عندما تنتهي هناك كم هائل من المخلفات الإلكترونية التي ترمى عشوائيا، أيضا الأدوية المنزلية التي قد انتهت صلاحيتها أيضا قد ترمى عشوائيا، تواجد في الحقيقة الكثير من التعامل المباشر مع هذه الأجهزة وعدم خروج إلى البيئة المفتوحة، وخاصة للأطفال الصغار الذين يملكون هذه الأجهزة منذ الطفولة المبكرة. صحيح. أقدر أقول من السنة الأولى لاحظ أن الطفل يحمل هذه الأجهزة، وبالتالي هي في أشد الخطورة. وهنا نوجه نداءنا إلى الأم الحاضنة وإلى هذا البيت الصغير بأن يجب أن يعيش هذا الطفل في الحقيقة في الطبيعة معايشة مباشرة دون أن تتواجد هذه الأجهزة حوله، لأن هذه الأجهزة لها أبعاد ولها مخاطر صحية، لها مخاطر
نفسية، لها مخاطر جسدية بالنسبة لجلوس الطفل لمدة طويلة في جلسة عندما يبدأ نمو خاصة الهيكل العظمي لهذا الطفل. إذن المخاطر أصبحت عديدة، مثل ما ذكر أيضا أن الإنسان اليوم مهدد في هواء، في ماء، في مأكلة، أصبح هناك العديد من الغش نتيجة لهذا الطفرة التي موجودة، وهذا النظام الرأسمالي الذي لم يكون يحمل الكثير من الأخلاقيات. ونلاحظ المبادرة الجديدة التي بدأت في العالم ما يعرف بالاقتصاد الأخضر، الذي لا ينظر بأن هذا الاقتصاد يجب أن يراعي المستهلك وأن يراعي قضايا البيئة، أن يراعي الموارد، أن يوجد هناك نوع من التوازن حتى نؤمن في الحقيقة بقاء هذه الموارد وبقاء الإنسان في الصحة وأمان. نعم، طيب أستاذ محمد، لو تحدثنا عن الممارسات بشكل يعني أكثر تفصيلا، الممارسات التي تضر بالبيئة وتضر أيضا بالإنسان في داخل محيطه وبيئته الصغيرة. والله الممارسات عديدة جدا، لكن هي كل ممارسة في الحقيقة التي يلجأ فيها شخص بناء على مصلحتي لا يراعي فيها إلا مصلحته الشخصية، كيف أتخلص أنا من هذه النفايات، أو بدون أن أنظر إلى مآلات أو عواقب هذا التصرف. يعني وكثير ما نشاهد للأسف الشديد خاصة في أيام العطل الأسبوعية كيف تتلوث الحدائق والشواطئ بشكل رهيب جدا. كيف يعقل أن شخص يأتي إلى فضاء يجده جميلا مع الصباح الباكر مع إشراقة الشمس والورود مفتحة والشاطئ جميل إلى غير ذلك، ثم ينهي يومه بكارثة؟ يعني إذا زرنا يعني بعض الشواطئ في الدول العربية عموما بدون استثناء تجد المخلفات رواد هذه الشواطئ وهذه الحدائق. صحيح. البعض يعني فيهم يعتمد على إمكانية الدولة وتدخل الدولة من بلديات وتنظيف إلى آخره. يمكن أن الدولة صحيح. أن تجعل وراء كل شخص واحد صحيح. عامل نظافة يمشي وراءه ويجمع، وبالتالي فهو الوعي طيب أنا استفدت من هذا المكان وقضيت يوم ممتع مع عائلتي، ففي نهاية اليوم أجمع هذه المخلفات في كيس وأضعه في أقرب حاوية قمامة وأضعه في السيارة إلى أن أعود إلى البيت. فهذه ممارسة بسيطة لن تكلفني شيئا، يعني حتى كمقابل مادي لن تكلفني شيئا، هو مجرد وعي يعني أهمية هذا التصرف، حتى لا نقول خطورة، لنكون إيجابيين، أن جمع هذه المخلفات سيزيح عن الكوكب الأرض يعني مثل ما قلنا خسائر كبيرة، وبالتالي أنت تساهم في الحفاظ طيب على الكوكب. برأيك كيف الأرض نرفع هذا الوعي بشكل عملي، يعني دون الدخول في تنظير أو كلام نظري بشكل كبير جدا، بشكل عملي ما هو دور الإعلام مثلا، الدراما والمناهج الدراسية على سبيل المثال، كل هذه العوامل ما هو الدور الذي يستطيع كل من هذه الوسائل أن يقدم؟ أنا من موقع مقاربتي كإعلامي لهذا المجال، فعلا لازلنا نرى الرسائل التقليدية جدا، لازلنا مع اللي نحافظ على البيئة كشعارات. الآن الجيل الجديد، جيل التقنيات الحديثة، جيل الفيسبوك وتويتر، لم يعد قادرا أو يعني مستوعبا لهذه الرسالة. الآن مفروض هذه الرسائل أن تتطور وفقا لرغبات هذا الجمهور، أن ندرس هذا الجمهور ونوجه رسائل. أنا أعجبتني بعض التجارب التي مثلا وجدناها في البرازيل مثلا، أنه على شاطئ البحر كيف أنك تعطي لهذا المصطاف على البحر مقابل المخلفات التي يقدمها لك، أنها توزن بالكيلو ويأخذ مقابلها يعني نقود. في بعض التجارب أنه ربات البيوت عندما يقدمنا هذه المخلفات المنزلية يأخذ مقابلها خضار مثلا أو فواكه، فهذه يعني أنت في نفس الوقت تجيب هذا المستهلك وتعطيه احتياجاته ويرغب فيها، لكن من ضمنها تمرر مجموعة من الرسائل. كما قلت، الحملات على الشبكات الاجتماعية مهمة جدا. أنا آخر حملة يعني اطلعت عليها هنا في قطر اللي هي توظيف الدحول، هي يعني جمع الدحل، موجودة في عدة مناطق، فعليها كتابات على الحائط وفيها مخلفات. فانطلقت الحملة من سيدة على السناب شات، وبعد ذلك تضافرت يعني جهود عدد من الأفراد، وفعلا
النتيجة المحصلة النهائية لهذه الحملة تم تنظيف عدد من الدحول والمبادرة لا زالت مستمرة، نجحت الخطوة الأولى والآن سيستمرون في تنظيف بقية الدحول. مثل هذه الأمور جميل. ممكن شخص واحد أن يطلق الفكرة نعم. وبعد ذلك تنتشر واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي على عكس ما يشاع من الممكن أن تكون مفيدة جدا بعكس أن تكون يعني مفقدة للوقت ومهدرة أيضا للوقت. دكتور سيف، هل تهتمون بالتشبيك مع مؤسسات أو جهات أو شخصيات عامة لتحقيق أهداف المبادرات التي تقومون بها؟ نعم، وقبل أن أجيب أحب أن أيضا أعلق على مبدأ ماذا نعمل لتوفير هذا السلوك تلقائيا من الأشخاص. طبعا الحاضنة الأولى هي المسؤولية الأولى في الحقيقة. أنا عندي يمكن حفيدة سنتين، هي عندما تأكل أي حاجة تذهب تلقائيا وترميها في المخلفات. التربية داخل المنزل. إذن هذه التربية هي أساسية، لأن هذه الفترة اللي تكون في السلوك، يعني لا أنتظر شخص بعد ما يوصل عمره 24 ثم أطلب منه، بيكون هناك صعوبة في تغيير سلوكه. سلوك يبدأ من هذا العمر ويبدأ بالفعل في الحاضنة الأولى، ثم الحاضنة الأكبر المدرسة، ثم الحاضنة الأكبر للمجتمع. وبذلك يمكن أعطيك مثل بسيط، عندما ينتقل شاب من هنا من قطر إلى بريطانيا يرمي هنا ويلتزم هناك، لابد أيضا من تفعيل القوانين والتشريعات، لأن الوعي يحقق نسبة أعلى بوجود تطبيق التشريع والقانون، وأيضا جعل الإنسان يحترم هذا القانون، وبالتالي نلاحظ أنه هو هناك السلوك هو سلوك، ولكن القانون أجبره أن يقوم بهذا التصرف الإيجابي عندما يصل البلد. ممكن أي حد يسأله في هذا الجانب. نحن طبعا قضايا البيئة هي قضايا تربط جسور مع كل أفراد المجتمع بدءا، لأن هذه القاعدة الواسعة، مع المجتمع المدني، ثم أيضا ربطه مع القطاع الخاص الذي يتحمل مسؤوليتك من ضمن ما يعرف بالمسؤولية المجتمعية. على القطاع الخاص أن يقوم بدوره أيضا في هذه القضايا المجتمعية، التعليم، رعاية المعاقين، في البيئة، لأن هذا الواجب في الحقيقة يعطي هذه المؤسسة احترام وتقدير حتى يرفع من أسهمها. أيضا لابد من أن تكون هناك نوع من التقدير والاحترام المتبادل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. عندما تصل هذه الركائز الثلاثة لهدف واحد واحترام بعضها بعض والوصول إلى تحقيق الهدف، نحصل على المحصل الأفضل. إذن اليوم بالفعل يجب ليس فقط على مستوى الدولة الواحدة، ولكن أيضا بناء جسور مع تجارب ناجحة على المستوى الإقليمي، لأن نشارك بعضنا بعض في القضايا التي تمس بيئتنا، أيضا بربطنا مع العالم ككل من خلال أيضا مجتمعات مدنية ومن خلال المنظمة الدولية. ودولة قطر كانت من الدول الحريصة على توقيع المعاهدات ذات الصلة، وهذا طبعا أمر محبب أن الدول أن تقوم بالحقيقة باتخاذ هذه الإجراءات حتى نؤمن هذا الكوكب للأجيال القادمة. نعم، إذن البيت والتربية، ثم الأسرة كمجتمع أكبر قليلا، ثم الدول والمجتمعات والتجمعات يعني في محيط الدول، ثم العالم، ثم نصل إلى نعم. عالم صحي بلا مشاكل بيئية. لأن القضية البيئية نعم. قد تكون محدودية الوقوع شمولية التأثير. نعم. بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيفينا الدكتور سيف الحجري، وهو خبير أو رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة والمفوض الأممي للاستدامة، كما نشكر أيضا الأستاذ محمد لاشيب وهو إعلامي متخصص في مجال البيئة. شكرا جزيلا لكم، ونشكركم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة. نتمنى لكم صباحا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.